حياكم الله يا شباب، معاكم محارب الصحراء في فيديو جديد. اليوم راح نتكلم عن المركبات في ملفات اللعب او داخل ملفات اللعبة. طبعا بقول لكم على شيء يا شباب، ترى هذه الاشياء ما هي مؤكدة، احتمال انها تشوف النور واحتمال انها ما راح تشوف النور، يعني بالمعنى احتمال انها تنزل واحتمال انهم كنسلونها. طبعا انا راح اختصر بعض المركبات اللي هي المركبات، طبعا سواء طائرات، دبابات، سفن، هليكوبتر. طبعا الفيديو هذا راح اتكلم عن الدبابات طبعا اللي هي موجودة حاليا داخل ملفات اللعبة، وايضا اللي رفع لها تقارير او زي ما تقولون استبيان او اقتراح للجايجن. طبعا وزي ما قلتكم يا شباب، ترى ما هو شرط انها راح تنزل التحديث الجاي او التحديث اللي بعده، ممكن تتخلى سنة سنتين ثلاث، ممكن ما راح تنزل، لكن هذه الاشياء زي ما تقولون اللي هي داخل ملفات اللعبة موجود لها اسامي. على سبيل المثال التي 90 ام، ترى اللي يذكر انا منزل فيديو قبله بسنة كذا، وكان لها يعني الموديل حقه ما كان موجود، بس فقط كان الجنزير حق الموديل التي 90 ام، كان فقط للموديل الموجود اللي هو الجنزير بس، بالنسبة لباقي الدبابة لا. طبعا والمركبة ممكن طولت سنة أو سنة ونص على مبال تنزل، يعني حتى البعض انهم فقد الامل كذا، انه قال لا خلاص ما راح تنزل تي 90، الى ما نزلت نهاية السنة اللي راح اللي عام 2023، بعدها نزلت تي 90 ونزل ليبارد ونزل عاد المركبات اللي مرة متطورة. طبعا عندنا اول ما نيشن او اول دولة من المركبات اللي هي داخل ملفات اللعبة، طبعا عندنا الامريكي عندنا اللي هي M38 زي ما تشوفون يا شباب. طبعا لها نوعين اللي هي الجراي هاند والبرج اللي هو M24 تشافي. طبعا هذه تعتبر دبابة نموذجية او تجريب، طبعا لها نوعين زي ما قلت، زي ما تشوفون مدفع اللي هو 37 ومدفع اللي هو 75 زي الشيرمن. طبعا هذا اول مركبة للامريكي في ملفات اللعبة. طبعا المركبة الثانية اللي هي تي 1 اي 1 حاليا موجودة نسخة اللي هي نسخة المدفع 76 ملي، لكن هذه بمدفع اللي هو 90 ملي موجود في البيرشنج اللي هي M24 معروف. طبعا هذه موجودة داخل ملفات اللعبة، احتمال انها راح تنزل ايفنت، احتمال تنزل باتل باس، احتمال تنزل مركبة شجرة، ما ندري والله، عاد هذا العلم بيد الله. طبعا ننتقل للدبابة الثالثة، ممكن البعض راح يزعل او راح يقفل اللعبة او راح يغضب الصراحة. طبعا الدبابة الثالثة وانا الصراحة ماني مصدق اللي هي تي 90 اي تروفي. طبعا التي 90 اي تروفي طبعا اوكرانيا اهدتها لامريكا، طبعا الامريكان اخذوها ويسوون على تجارب ومن هذا الشيء، يعني ما احنا ما بندخل في السياسه ولا شيء، ولكن هذه تروفي، مكتوب تروفي يعني جائزه، دبابه جائزه. فالموجود انها تي 90 اي شرطه يو اس اي يعني في الشجره الامريكيه، فما ادري هل راح تنزل، هل راح تتكنسل، فزي ما قلنا احنا ما ندري، ما في شيء اكيد يا شباب، بس الموجود عندي في تي 90 الاي راح في الشجرة الامريكية، بس ما ندري زي البريطاني موجود تي 90 اللي هي البشمة الهندية، فما ادري ممكن ينزلوه ممكن لا، والعلم بيد الله. ننتقل للنيشن الثاني اللي هو الالماني او الدولة الثانية الالماني. طبعا الالماني تقريبا عندنا اللي هي الجاكت بانثر جي 2، طبعا الجاكت بانثر جي 2 فرقها عن اللي في الشجرة ان هذه فقط فيها دروع اضافية على مكان الانجن، مكان الانجن الاخير فيه دروع اضافية مركبة يعني صفيح زايد، يعني انا اشوف ان الصراحة ما يعني الشجرة ما شاء الله فيها جاك بانثر واحد وفي واحدة بريميوم اعتقد ذلك، بس ما ادري هل ضروري يعني لازم ننزل بعد جاك بانثر، يعني الصراحة حتى مدفع 88 يعني ما في اي فرق، يعني الشيء هذا بس انه يقول تدري على الانجن، على مكان الانجن والريديتر اللي هو الخلفية اللي ورا للجاك بانثر، فما ادري هي راح تحمي عن الطيران، ما اعتقد انها راح تحمي عن الطيران. نجي للدبابة الثانية اللي هي ليوبارد A4M، طبعا هذه ليوبارد كندية متطورة، يعني تطوير يعني زي اي دولة تطور الدباب خاصة فيها، يعني دروع اضافية ومن هذا الكلام وبصريات ومن هذا الكلام يعني معروف.
طبعا هذه ليوبارد 2، هذه الموجوده في لستة الالمان طبعا. فزي ما قلتكم فما هو شرط انها راح تنزل، ممكن تتخلى في الملفات، ممكن ما تنزل للابد. فهذا الشيء يعني راجع للجايجن. نجي للدوله الثالثه واللي هي ايطاليا. طبعا ايطاليا عندنا السنتورو 2 ام جي اس. طبعا سنتورو ام جي اس يعني ما شاء الله مدفع 120، وطبعا وهذه سنتورو 2 متطوره وما شاء الله على شكلها مره حلو وتحسه مرتب. طبعا في نوعين، في نوع الظاهر 105 هذا اللي هو مضاد او شكل او دبابه يعني نموذج او اختبار، او انها كعرض بس مخلينا في السوق كعرض، يعني اللي يبغى يشتريها يشتريها واللي ما يبغى بكيفه. طبعا هذه مدفع زي ما قلت لكم 120، والانجن حقها والمحرك حقها اللي هو 720 قوة حصان. طبعا موجود عندنا سنتورو ام جي اس اللي هي في الشجرة حاليا، وايضا بريميوم، لكن هذه سنتورو 1 البي 1 هذه النسخة الاولى، فمدافع 120. فهذه سنتورو بي، فما ادري عاد اللي راح ينزلونها ايفنت مركبة شجرة فما ادري. نجي للدبابة الثانية واللي هي اليوبارد 1A2. طبعا الليبورد A12 طبعا حاليا في شجرة ايطالية فيها ليبورد واحدة او ليبوردين بالاصح، ليبورد اللي هو المضاد اللي هو 40 ملي، وليبورد ال A15. طبعا هذه موجودة. بالنسبة للليبورد هذه اللي هي 1A2 طبعا هذه نفس تقريبا نفس اللي في الشجرة، او انها بمدفع ال 7A3 او A2 او تكون اقل يعني نوعا ما. فزي ما تشوفون ترى الفرق بسيط، اللي انها ما فيها رفارف او ما فيها الفيبر او الربر اللي على جوانب الدروع الجوانب ما فيه يعني. فهذه هي الليوبارد. طبعا حاليا المود الموجود زي ما تشوفون هي موجوده في المضاد، لو تشوفون المضاد الليوبارد اللي هو 5-7 او 5-3 الايطالي، لو تنزل الليوبارد هذه ترى راح تكون نفس الشكل هذا، بس الله من البرج راح يجيب لك برج كذا مود جديد ويحطونك على برج الهيكل الدبابه الموجود حاليا. ننتقل للدولة الرابعة واللي هي الصين. طبعا الصين عندنا اللي هو البي جي زد 88. البي جي زد 88 طبعا هو مضاد ايضا مدفع، مدفعين 37 ملي. طبعا مدفعين 37 ملي تقريبا موجود في الشجرة، واللي هو الهونغ كونغ مدري ايش الفيتنامي اعتقد هذا. طبعا المضاد هذا اللي هو البي جي زد 88 اختبار او دبابة مضاد اختباري تقريبا فشل يعني، حتى على هو واضح ان الرادار حقه ما يسوى يعني، فكنسل المشروع. طبعا زي ما تشوفون هو على هيكل التايب 69، فالصين يعني كنسلوا، واضح انهم ما عجبهم الرادار وان الرادار ما مشى معهم. طبعا لو بيجي في الشجرة اعتقدنا راح يكون 7-7 او 7-3 نفس الروسي يعني، ما في اي فرق، يكون الرادار ضعيف يعني. طبعا ننتقل للدبابة الثانية اللي هي اللهم صل على محمد، واللي هي اعتقد الزي بي دي 04. طبعا الزي بي دي هذه طبعا زي ما تشوفون كانها دبابه بي ام بي حاليا، نفس الزي بي دي الموجوده في الشجره هي 09، لكن هذه بعيار 30 ملي اللي هي نفس البي تي ار، وايضا تقدر انها تشيل، اعتقد انها تقدر تشيل الصاروخ اللي هو الاتش جي. طبعا الاتش جي 9 اللي هو مضاد للدروع الوور هيد اللي فيه راسه مسمار اللي يخترق اي يعني مركبه، سواء عليها صفايح او عليها بلاط او عليها دروع اضافيه، يكون زي المسمار في راس الصاروخ. فزي ما تشوفون يعني هذا هو الزي بي دي. طبعا الزي بي دي موجود له موديل اللي هو الجنزير فقط بس ما ادري هل راح ينزل في التحديث الجاي، هل في التحديث اللي بعده، فما ادري. طبعا بالنسبه للبي جي زد 88 اللي هو المضاد ترى من اول موجود يمكن له سنه وسنه ونص كذا موجود في ملفات اللعبه. طبعا بكذا نوصل نهايه المقطع يا شباب. اذا تبون نكمل في الطائرات ونطلع يعني الطائرات في ملفات اللعبه والسفن قولوا لنا، اكتبوا في الكومنت، واللي عنده راي لا يبخل علينا يعطي رايه ويعطينا يعني زي ما تقولون كلام عن المركبات هذه، هل راح تنزل هم لا، يعني زي ما تقولون ناخذ ونعطي. طبعا زي ما قلت لكم كذا نصل لنهايه الفيديو حقنا، واتمنى ما قصرت بشيء يا شباب، واللي عنده اي استفسار يكتب في الكومنت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.